هذه النباتات التي نراها من حولنا ونظنها أنها لا تعقل، لقد كشفت دراسة علمية حديثة أجريت في بريطانيا أن كل النباتات لها ما يشبه الدماغ أو الجملة العصبية موجودة في جذورها. وخرجوا بنتيجة هؤلاء الباحثون وقالوا إن النباتات تفكر وتعقل ولديها نوع من أنواع الذكاء. ونقول سبحان الله، من الذي علم هذه النباتات كيف تفكر وتعقل لتستمر حياتها وتحصل على رزقها؟ إنه الله تبارك وتعالى الذي قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ولا نملك إلا أن نقول سبحان الله.